بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. لعن هذه المبادرات الحكومية لنكون أحد أذرعها التنفيذية بما أوتينا من قوة وعزم. تقدير إلى محافظة نينوى والعزيزة محافظة المسؤولين والعاملين كافة لاحتضان وتنظيم هذا المؤتمر المهم بالتعاون مع لجنة مكافحة المخدرات النيابية ومحافظة نينوى. تم عقد المؤتمر الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية. بصراحة هذا المؤتمر له أهمية كبيرة لأن يعقد في وقت مهم وحساس جدا نظرا لانتشار ظاهرة المخدرات في كل المجتمعات العالمية ومنها المجتمع العراقي. هذا المؤتمر اليوم عقد في محافظة نينوى لخمس محافظات: نينوى، الأنبار، صلاح الدين، ديالى وكركوك، وكذلك بدعم من اللجان النيابية، لجنة الصحة النيابية، وكذلك لجنة حقوق الإنسان النيابية والسادة أعضاء البرلمان العراقي. حضر المؤتمر كل المختصين من الحكومة الاتحادية المتمثلة، الحكومة سواء الحكومة التنفيذية أو التشريعية، وتم دراسة موضوع المخدرات هذه الآفة الخطيرة، وتم اتخاذ كل ما من شأنه ورفع التوصيات إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة في البرلمان وكذلك مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية حتى يتم معالجة هذه الآفة الخطيرة التي بدأت تتسع في المجتمع العراقي وتشكل خطر لا يقل خطورة عن الإرهاب. فكما أكد السيد مدير عام المخدرات أن نينوى هي تتغير القائمة، هناك عدد قليل جدا من المتعاطين في نينوى، وكذلك لا يوجد تجار، لم لحد الآن لم تشخص الجهات المعنية أن هناك تجار من نينوى، ولكن مع هذا عندما يأتي الخطر إلى بغداد أو الأنبار سيعم كل المحافظات العراقية. هي وباء سريع للانتشار، فالكل علينا نحن كمحافظات وحكومة اتحادية وحكومة الإقليم أن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مكافحة هذا المرض الخطير جدا. بصراحة بالنسبة للمخدرات نحتاج أولا أن تكون هناك توعية حقيقية من كل سواء الجامعات، سواء المساجد، سواء حتى رجال الدين، سواء المؤثرين في المجتمع، حتى يتم التنبيه لأن هذه الظاهرة هي لا تقل عن خطر الإرهاب. وأيضا هناك بعض التدابير الاحترازية التي تقوم بها سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية وفق التشريعات الموجودة، وكذلك نتأمل أن تصدر تشريعات أخرى، إضافة إلى علينا كحكومة محلية أن نقوم بإدراج بعض البرامج الخاصة التي من شأنها الحد ومعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. بدأت الحكومة الآن تفكر بالاتجاه الصحيح، لأننا بصراحة تأخرنا كثيرا في هذا الملف، ولكن نأتي متأخرا خيرا أن نأتي. الآن هذه الظاهرة هي ظاهرة دولية خطيرة، ولكن نحن الآن برغم كل الإمكانيات البسيطة، ولكن ما تقوم به أجهزة وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات هي جهود تحسب لهم، بأننا الآن رغم كل هذا ولكن لا زال الوضع هو تحت السيطرة في عموم المحافظات العراقية. هناك بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية، تم هناك 15 توصية تم أقرارها من قبل المؤتمر السنوي الذي عقد اليوم، وإن شاء الله ستكون نتائج إيجابية. الغاية منها هو معالجة هذا الوباء الخطير. تم سماع حقيقة كل الأخوة المعنيين، كل أنظمة اختصاصها فيما يخص هذه الآفة الخطيرة التي دخلت إلى بيوتنا بدون استئذان، وصلت إلى أبنائنا وبناتنا في طلاب المتوسطة والإعدادية والجامعات، وأيضا سماع منهم ما هي يعني مشاكلهم، ما هي المعوقات، وما هي احتياجاتهم في سبيل مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وبالأخير حقيقة خرجنا بالتوصيات. سنرفع هذه التوصيات من قبل لجنتنا إلى السيد رئيس الوزراء لأخذ بها في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. من خلال هذا المنبر حقيقة نشكر السيد محافظ نينوى على ترتيب المؤتمر واهتمامه حقيقة بهذا الموضوع الخطير جدا، وهذا ما لمسناه للأمانة. وأيضا توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض ووزارة الداخلية ووزارة التخطيط تعد المخططات لبناء مديرية في كل محافظة لمكافحة المخدرات وأيضا مصحة وموقف خاص للتجار. ونأمل من السادة المحافظين الآخرين أن يأخذوا هذه التوصيات بنظر الاعتبار. نحن سبق وأن عملنا مؤتمر في البصرة للمناطق جنوب العراق ومؤتمر آخر في النجف لمناطق الفرات الأوسط. سابقا كنا حقيقة داعمين من خلال عملنا في لجنتنا، اليوم سنكون حقيقة مراقبين ومحاسبين بشدة، لأن بعد لا تخلنا بالله لما تلام على أي تقصير يكون من أي مسؤول بالدولة العراقية.